مغير عليك؟ لا بعدها مثل ما هي ما شاء الله. والله؟ ضايق لك ما شفتك. ليش لسه يعني خمس سنين. خمس سنين ما لمحت لمحة. ولا هي شافتني كمان. ولا رحت لعندها على الشغل ولا؟ ولا رحت لعندها على الشغل. إذا شالت إيدها عن تمها كيف ممكن تبين مثلا؟ أيوه شالت إيدها. أمر أمر. أمر إيه؟ أمر أمر. شو مغير عليك منير يا ست مريم؟ صراحة ما بيهمني إذا مغير أو مش مغير. لا لا فايتي. يعني هو فايتي بالعرض. شخص أبو ولادي وبس مش أكتر. ما بيعني لي. ما بيعني لك ليش؟ شو عمل؟ لأنه حتى وصل لهالمرحلة. خلص شيء وانتهى ما بحب أرجع أحكي فيه. بس بما إنه سيد منير حابب يتفاوض معك ووسطنا نحن لحتى نفاوضي. إيه؟ فاللي بينحكى واللي بتقدري تحكي فيه بالأسباب بعتقد حق السيد منير إنه يعرفه. يعني الله يوفقه بحياته ويبعث له أحسن مني وبتمنى له كل خير وأنا شعوري تجاهه ميت. طيب بس كيف امرأة جايبة من رجل بنتين وكانوا يحبوا بعضهم كتير حسب ما قال السيد منير لحد ما وصل إنه دمع وبكي يعني، كيف ممكن يموت هيدا الإحساس بين ليلي وضحاها؟ خلص شي وصار وانتهى، كان وانتهى. اه يعني كنت تحبيه انت بفترته؟ لا انا بحياتي ما حبيته. بحياتك ما حبيتيه؟ ليه تزوجتي؟ هيك زواج عادي تقليدي. كيف تقليدي؟ يعني انه لازم اتجوز وجيب اولاد وبعدين بترك؟ صارت. طب برايك انت ما ظلمتي البنات هيك؟ ما ظلمتهم، عم ربيهم وعايشين احلى عيشه وما ناقصهم شيء. واللي بدهم اياه بيوصلوا. ناقصهم يكونوا مع بيو. بده في اي وقت اللي بده بيطلع بيشوفهم. طيب كيف علاقتهم مع بيو؟ انت كيف بحبوه؟ ايه ما في شيء اي شيء مش منيح تجاهه. كل قديش بيشوفوه؟ ما بعرف كل فتره بيجي بيشوفهم، يعني كل خمس اشهر سنه ونص. سنه ونص؟ ايه هو عم بيقول انه اكثر فتره كانت اربع اشهر يعني تقريبا. سنه ونص ما شوفهم؟ أربعة أشهر. سنة ونص ولا أربعة أشهر؟ إيه؟ في أربعة أشهر لما أجا كورونا. إيه صح صح أنا نسيت. يا مريم يعني هيك موضوع ما بينتسى، هيك موضوع يتناسى، يعني الواحد بيتناسى مش بينسى. إيه يمكن نسيت أنا، عرفت كيف؟ نسيت. طيب بالإعداد حضرتك قلتي إنه أول ما طلقته بأربع سنين ما شاف البنات، مزبوط سيد منير؟ بموت إذا بأربع سنين إذا ما شفته بنات يمكن يوقف قلبه موت يعني. أو لك قصده أربعة شهور؟ يمكن إيه أربعة شهور. أربعة شهور بكون سبق لسان، بكون حصل مع سبق لسان تقول أربعة شهور. قالت أربعة سنين. أربعة شهور. هو بس بدي أحكي كلمة ل... إيه احكي لأنه أنت بتعرفها أكثر مني وبتفهمها أكثر مني. أنا شفت امرأة تتخلص من الموقف المحرج. لما أنا بدي أبكي مثلاً أنا لما انت تقولها مثلا ببكي وها مش معناته انه مثلا انا ببين مني رجال. انت شخص انا معروف رجال بين كل العالم. اوكي انت احسن مني والله يوفقك ويسهل الله ييسر امرك. ايه وفي غيري اضرب، في غيري اوسخ اذا انت شايف علي شيء احسن او اوسخ او شو ما كان. انا خي بحالي وانت بس بحالك بس الاساس خلي. من الاساس يا ست مريم انت علاقتك مع اولادك مش اكثر. لما تزوجنا قولي لي بديش اجيب اولاد، ما بنجيب اولاد. لا اله الا الله. طيب يا ست مريم شو رأيك بقصة السحر اللي عم يحكي عنه؟ أي سحر؟ هو عم يحكي عن سحر؟ ما بعرف الله أعلم. ما كانوا البنات يقولوا لك يشوفوا كلب على ظهر الخزانة؟ ما قالت لك نور هيك مرة؟ والله ما ذاكرة أنا. نسيتي؟ إيه صح بنسى أنا. يعني لا أمل يا ست؟ لا أمل. لا مبين، لا مبين. وبتمنى إنه الله يسهل له أمره ووقت اللي بده بشوف أولاده ويلاقي أحسن ويعيش حياة مرتاحة. يعني أنت بتنصحي؟ بتمنى لك كل خير منير. يعني حضرتك بتنصحي أنه إذا بده يكمل حياته مع امرأة تكون امرأة أخرى وتتمني له كل الخير أكيد بحياته. طبعا نعم. أكيد نعم نعم. شو ردك سيد منير؟ يا مريم أنا بحكي لك شغلة، ما تفكري أنه شيء بتعلق فيكي وفيني وبس. أنا كان فيني أحرمك من الأولاد يا مريم وكنت بترجع. انا بعرف قد ايه بتحب الاولاد بس الحياه ما بتوقف عند شخص واحد. خلي رحمه بقلبك، خلي الشفقه بقلبك. خيي خلصت صرنا بعد انت كنت سنين. تحبيني انت خلصت. ليش بتقول لي ما بحبه انا؟ كنت تحبيني. لا اله الا الله. ليش اعترفي بهذا؟ هذا كلام حق.
طيب كنا نحب بعض وبطلنا وخلص ما اتفقنا ما عاد في الله ينتقم من كل واحد خرب بيته وحكاك كلمة عني أنا لأنه ما حدا حكاني عنك شيء إلا كل خير